جيان هز صحته يا فريجيم ديجا مش كرش وانا نعرفه معناتها ما يشرب كان المشروبات الحلال اما هو كرش طلعت اي كاو كملنا ومازلنا شويه يا ربي معناها تتشحروا لبعضكم على الصباح وعملتوا هكا تتشحروا لبعضنا علاش انا الشحر عجبتني الرولكس اللي لبستها هكا اه جيهان اي رولكس والله هذا بلاستيك اسمع اما تحب نقول كلمه رغم اللي هي عفست فيا معناها الصباح اما موتيتها خير من رولكس بكل صراحه بلاستيك نتاع شعر هذه على فكره انا واحد ثاني على رولكس قلت له نوع نتاع يغر لا عاد انت خلي قول كلام واضح انت قلت هذا المستشار رئيس الجمهوريه عاد قال لك هديت لي رولكس انت وبعتها ومشيت بها لموسكو في ما اخويا لا لا اخويا احنا دبار انا الرولكس ما عنديش والله لا نعرفها يا امي اسمعني خلينا نقول لك حاجه ثاني حاجه كان جبت عندي رولكس تيمون هدي لك انت ولا الجيهان الزحمه والله لا المقر الاقربون اولى بالرولكس خلينا اسمع ربي قدرنا على خدمه البلاد خلينا نرجع باش نرجعوا لهذا كل وقت اللي باش نمشيو لروسيا والامور السياسيه الامور مضعضعه ومستشارين دراوين يمشيو ولا دراوين يدوروا على كل ترجعوا له بعد شويه نمشيو تو سويت للتاكسي الغرام الغرام مرحبا من جديد خالد هرقام صباح الكل للناس الكل من جديد احنا تو في السياره للنقل الجماعي قاعدين نحوسوا في ربوع القربه رياض قربه ومعنا سي حمادي وداع دونك سي حمادي تبارك الله عليه 33 سنه في التوريزم معناها شيف دي ريستوراسيون واليوم عنده 9 سنين في النقل وباش يحكي لنا على التجربه نتاعه والفريق نتاعنا الفريق هاو معاك سي حمادي سي حمادي انا مرحبا بك شنو حوالك سيدي خويا نهارك زين هيا كنت تتعامل قبل مع هلواسة وفرنسيس وانجليز والمان وتخدم معنا في توريزم وتو تتعامل مع علي وفاطمة وحفيظة وجماعة هذوما كل هاي صالح شو الفرق بيناتهم الفرق بعيد من اما ناحية صبيح نور ساعة من كل شيء لا القيش راح بالنسبة كنت مش متعود بجعجوة أصبح فيها أجواء أخرى مش لو كنت نقص هكا الراديو قدامك وكامل باش نجمو نسمع بعضنا مليح سي حمادي وبعد أرجع عليه بيه قداش من عام ساعة قلنا خدمت في التوريزم 33 وفي التاكسي الجماعي إي وفي التاكسي الجماعي قداش من عام 7 سنين دونك سي نورمال ماهوش باش يستانس بالوقت أما حكينا دونك شنو الفرق في الخدمة أو مواطن بعد نجيو على في المعاملة في المعاملات والفرق ما بين الناس كيفاش تتعامل مع بعضها دونك في الخدمة شنو الفرق؟ طبيعي هذاك يعجبك تعمل هكا باش تخدم روحك لازم تكون شوية أخلاق وشوية وعلاش بدلت الدومين؟ علاش بعد 33 سنة بدلت الدومين؟ صحيح خذيت مش آخر روترات قلنا التوريزم ما عادش فيها ما عادش توكل خبز تخدم مع المية وخاصة المسؤول يقول لك خرج لي 20 30 تردهم لي ما نقعدش نحط الاثام على ظهري خرجت على روحي وكو شنو 20 30 صرفهم هو لا هو يقول لك معناها قبل يجيه العرف مثلا يقول له خرج لي هو كان يخرج لي 30 خدام دونك فوالا طيب طيب تو انت بخبرتك في السياحه واليوم تراوى انه مع بدايه الانفراج ورجوع بعض الكليونات وبعض الاسواق العالميه لا ان شاء الله نجم نرجعوا نجم ترجع الامور تتحسن حسب ما شفت الفارس على الوزيره باهيه ربي يسهل خطوه باهيه ان شاء الله ربي يستر بلادنا المعاملة توا شنو الفرق بين انه اجنبي يتعامل معاك كما يتعاملوا معاك التوانسة سيدي خويا والله هو حتى ما فهمش برشا بعاد على بعض الفرق اما هو بالنسبة للاجنبي هذا ابيض لا رب عنا التوانسة لا غالب كما ندخلوش يتزلطوا برشا اي خويا ان شاء الله ربي معاك فما كلمه حاب يسلم عليك منظر بالضيف يا معانا صباح الخير يومك سعيد سيدي يومك سعيد وعيدك مبروك حتى شويه رتار
اما انا عجبتني في حاجه باش نقول لك، يعجبوني الناس اللي حتى وان عمرهم يولي يفوت ال50 ويقرب من ال60 ينجموا يبدلوا الكاريير نتاعهم ويعملوا خدم جديد ويعملوا حياه جديده وعمر جديد واكتيفيتي جديده. بصراحه هذا درس للشباب اللي يصبح راقد ويقول ولا حتى ياخذ دبلوم سامحني ويقول انا عندي دبلوم اما نخدم به يا اما نقعد بدال مداحيتي. تيما ودبر راسك احرك بدل الاكتيفيتي. يعطيك الصحه. هذيك الباهي خاطر علاش من الشغل تعلمت ذاك نخدم من الشغل. من الشغل تعلمت وانا صغير نخدم ما نقعدش قاعد ما نفهمش انا وياه. معناتها انت الميساج الرساله اللي توصلها للي جون وكل شيء راهو حتى كان عندك دبلوم ما تقعدش تستنى في خدمه دبر راسك لوج كمبس كما نقولوا بالتونسي. لوج اخدم لوج اخدم لوج اخدم ديمر دي راسك خلينا كيما نقولوا. على غيرك وي. وي يا سيدي بارك الله فيك. شكرا لك سي حمادي على تدخلك معنا وعلى حسن الاستقبال في وسط السياره نتاعكم. شكرا لك بارك الله فيك مره اخرى ومنك نسلموا على كل سواق النقل الجماعي اللي قاعدين يسمعوا فينا. بارك الله فيكم. نرجعوا بعد الفاصل.